السؤال الأول، ما هو الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وسأل عنه؟ عصا موسى، سفينة نوح، ناقة صالح. الإجابة الصحيحة هي عصا موسى عليه السلام. السؤال الثاني، من هو النبي الذي كفل السيدة مريم؟ موسى عليه السلام، يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام. الإجابة الصحيحة هي زكريا عليه السلام. السؤال الثالث، كم سنة استمرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا؟ سنة واحدة، 3 سنوات، أم 5 سنوات؟ الإجابة الصحيحة هي 3 سنوات سرا. السؤال الرابع، من هو النبي الذي لقب بالصديق؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أم يوسف عليه السلام، أم عيسى عليه السلام؟ إنه النبي يوسف عليه السلام، حيث أنه يوسف الصديق. السؤال الخامس، في أي يوم خرج آدم وحواء من الجنة؟ يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم الاثنين؟ الإجابة الصحيحة هي يوم الجمعة. السؤال السادس، ما هو أول شيء أكله آدم عليه السلام من ثمار الأرض؟ ثمرة الرمان، أم ثمرة التين، أم ثمرة النبق؟ الإجابة الصحيحة هي ثمرة النبق. السؤال السابع، ما هو أول ما فعله آدم عليه السلام بعدما خلقه الله سبحانه وتعالى؟ الكلام، العطس، البكاء؟ الإجابة الصحيحة هي العطس. السؤال الثامن، من هو النبي الذي بعث قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، شعيب عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة هي عيسى عليه السلام. السؤال التاسع، كم عاما بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام؟ 300 عاما، 500 عاما، 600 عاما؟ الإجابة الصحيحة هي 600 عاما. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم.